تشاهدون في هذه الحلقة: على خلفية رفض اعتماد تسوياتهم المالية، 30 أكاديميا يهددون بإيقاف التدريس بجامعة تعز، ورئاسة الجامعة نعمل بدون ميزانية تشغيلية. العقيق اليماني بتعز، أصالة الأحجار الكريمة التي لا تزال تجارتها رائجة رغم الحرب. أنيسة عبد الله تجتاز مبادرة ششقي بنجاح لإعالة صغارها، وصناعة الإكسسوار أول خطوة على طريق الكفاح. مرحبا بكم من جديد. مفتتح الحلقة جولة سريعة على أهم الفعاليات التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. اختتمت بتعز الدورة التدريبية الخاصة بكتابة القصة الإنسانية حول قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية لعدد من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة. وتهدف الدورة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تعاوني مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إكساب المشاركين مهارات جديدة حول كتابة القصص الإنسانية في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الإنجابية. وتعتبر كتابة القصص الإنسانية في مناطق النزاع والحروب من الأعمال الصحفية والإعلامية التي تحتاج إلى صقل المهارات والعمل بالمبادئ والأسس في مثل هذا النوع من الكتابات والأعمال الإعلامية. احتضن نادي تعز السياحي فعاليات اليوم الفني المفتوح الثالث للتعايش في مديرية صالة، واشتمل الحفل الذي أقامته منظمة شباب بلا حدود للتنمية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، وصلات إنشادية وغنائية لمؤدين من الشباب الموهوبين والمبدعين. كما تضمنت الفعالية فقرات ثقافية وفنية مختلفة قدمتها زهرات صغار، إضافة إلى مرسم حر شاركت فيه العديد من الرسامات والخطاطات المبدعات. وتهدف الفعالية التي تأتي ضمن مشروع تعز الحان الحياة، تهدف إلى تعزيز التعايش والسلام المجتمعي في هذه المحافظة من خلال الفنون. مشاهدينا، على الرغم من انتظام العملية التعليمية في جامعة تعز منذ أعوام، وتحديدا بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية، إلا أن عوائق عدة لا تزال تقف في وجه أداء هذا الصرح التعليمي الشامخ، وأبرزها عدم وجود ميزانية تشغيلية للجامعة، ورفض وزارة المالية بعدم اعتماد التسوية لبعض أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة استمرار العملية التعليمية، خصوصا في ظل تهديد أكاديمية الجامعة بالإضراب في حال لم يتم تسوية أوضاعهم المالية. نشاط وحركة تعليمية دؤوبة في جامعة تعز بعد 3 سنوات من فتح أبوابها للدراسة عقب تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية، غير أن هذه الصورة قد تتغير في ظل تواصل سلسلة من الاحتجاجات ينفذها أكثر من 30 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للمطالبة بالتسويات المالية، ويهددون معها بإيقاف الدراسة في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. لنا احنا برنامج تصعيدي اخر ان شاء الله، حتى لو اضطر ما عاد فيش اعضاء التدريس الذين لم تسووا وضعهم، ليس لديهم اي حل، ليس لديهم ما يخسرون الان، ممكن ان يقوموا باي تصعيد يوقف الدراسه في الجامعه. هذا من جانب. من جانب اخر هم اعتقد انه يريدوا ان يجروا اعضاء التدريس الى ان يتم ممارسه امور غير مدنيه. احتجينا، اعتصمنا، أصدرنا البيانات، لكن لا حياة لمن تنادي.
يشكو أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز مما يصفه بازدواج معايير وزارة المالية بعدن بشأن إقرار التسويات، ويؤكدون أن رفضها للتسويات المالية لما يزيد عن 30 أكاديمياً بجامعة تعز جاء بعد إقرارها تسويات لأكاديميي جامعتي عدن وحضرموت، وجدد المحتجون مطالبتهم الجامعة بتحمل مسؤولياتها تجاه كادرها وتعويض أساتذتها من إيرادات الجامعة. 218 أستاذ جامعي بجامعة عدن تم تسوية أوضاعهم ب 2016، تمام؟ جامعة تعز الأغلب الزملاء من 2013 من 2014 حصلوا على قرارة أستاذ مساعد، إلى الآن لم يحصلوا على أوضاعهم. هل السؤال هنا هل بيتم تعويضهم أو هل بيتم على الأقل يعني الإسراع في إعطائهم تسويتهم؟ لا أعتقد ذلك، يعني للجامعة بالرغم من أن الجامعة تمتلك إيرادات كبيرة جدا من النفقة الخاصة، من التعليم الموازي، من إيرادات أخرى. جامعة تعز إذا كانت غير قادرة إنها تتابع لنا في عدن أو تقدم لنا يعني حلول من المالية في عدن، تقوم بواجبه تجاه أعضاء هيئة التدريس، تصرف لهم مرتبات شهرية إلى أن يتم تسوية أوضاعهم. ويعتبر أساتذة الجامعة تسوية وضعهم المالي أسوة ببقية الأكاديميين في الجامعات اليمنية، من شأنه تحسين وضعهم المعيشي وبما يمكنهم من تأدية رسالتهم التعليمية ومواجهة ظروف الحياة وغلاء الأسعار. أسعار ارتفعت جداً، المعيشة أصبحت يعني غالية جداً. إذا كان العضو هيئة التدريس الذي يستلم راتب كامل لا يفي بمتطلبات الحياة، فما بالك بشخص يستلم راتب معيد أو راتب يعني الماجستير. لم يكن أعضاء هيئة التدريس وحدهم من يطالب رئاسة جامعة تعز، فبعض الطلاب عبروا أيضاً عن امتعاضهم ورفضهم لممارسات قالوا أنهم يعانوا منها وتؤثر على دراستهم. ومع ذلك فإن استمرار العملية التعليمية في الجامعة بتعز يحسب لقيادة الجامعة وكادرها في ظل عمل الجامعة لسنوات بدون ميزانية تشغيلية. وللبحث في هذه القضية وخطط الجامعة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور رياض العقاب القائم بأعمال رئيس جامعة تعز. أهلا بك معنا دكتور رياض. مرحبا، أهلا وسهلا. يعرف الجميع أن جامعة تعز كان لها تعمل في ظروف صعبة، وكان لإعادة افتتاحها دور في إعادة تطبيع الحياة في تعز، لكن هناك العديد من المشاكل ربما التي تتعلق بالكادر التدريسي بالجامعة وبالطلاب أنفسهم. إذا ما بدأنا بالكادر التدريسي، هناك كثير من أعضاء هيئة التدريس يشكون من عدم تسوية مرتباتهم، أين يكمن الخلل أو القصور تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لسؤالك عزيزتي، التحديات التي تواجه تعز وجامعة تعز بشكل خاص تكمن في توقف الدعم المالي والميزانية التشغيلية لجامعة تعز من أيام الحرب إلى الآن، نحن بدون ميزانية تشغيل لمدة 5 سنوات، وخلال هذه الفترة أتت تراكمات مالية نتج عنها تخرج عدد كبير من أعضاء التدريس برواتبهم الأساسية التي كانوا موفدين عليها، وأثناء عودتهم ومباشرتهم لأعمالهم وفترة عدم اعتماد ميزانية شكل ضغط كبير على هذه الشريحة المهمة في المجتمع، ولم تستطع الجامعة أن تحقق أي إنجاز في تسوية أوضاعهم بسبب عدم وجود درجات مالية واعتمادات مالية من الوزارة. ما الذي يعيق صرف ميزانية الجامعة؟ كما تعلمون بلدنا تحت هذا الوضع بيعاني من سداد الرواتب للأساسيين. نزلت وقابلت نائب وزير المالية ويشير إشارة، نحن نعاني مشكلة تسديد الرواتب اللي هم موظفين أصلاً، فنحن الآن في مرحلة تسديد الرواتب للقائمين وليس لنا القدرة تعزيز رواتب جديدة. فهنا كانت التحدي والقائم، وطرحنا حلول. كان الجامعة لديها وفر في الباب الأول،
وكنا طالبين من المالية لا تعطونا شيء من موازنة الدولة، نحن في ميزانيتنا توجد وفر، فلو توجد استثناء وعمل معالجة ما هو وفر عندنا يتم إيش معالجة وضع زملائنا أعضاء التدريس ويتم التغلب على هذه المشكلة. المشكلة الآن في أعتقد إن شاء الله بتعاون الجميع ومحافظة المحافظة تدخل في هذه الخطوة، وأعتقد أنه في الأسابيع القادمة ستنتهي ونخرج من هذه المعمعة إن شاء الله. هذا يقودنا إلى السؤال، ربما لماذا هناك كادر تدريسي لجامعة تعز معظمهم ربما نزحوا إلى مناطق أخرى أو ربما إلى خارج البلد، لماذا لا تطالبون أنتم كرئاسة لجامعة تعز بعودة هؤلاء وربما تغطية النقص الحاصل في الكادر التدريسي؟ سؤال قوي جدا. أختي العزيزة، التحديات الآن قائمة وأريد أن نحدد، هل نحن الآن في وضع مستقر أو وضع لا حرب أو حرب؟ السنة الماضية 2018-2019 تواصلنا مع كثير من أعضاء التدريس، وبعد ما انتظمت عملية الرواتب وكانت أول سؤال يوجه لهم الآن انتهت حجة عدم وجود الرواتب ومدينة تعز تتعافى وتعود إلى وضعيتها السابقة، مطلوب التكاتف وعودة أعضاء التدريس حتى تستكمل دور جامعة تعز دورها التنويري في المحافظة وإعادة مكانتها السابقة والتي أخذت دورها في المرحلة هذه. رجع واستجاب لهذا الطلب مجموعة عدد كبير من أعضاء التدريس وأخذوا دورهم. الآن ورتبنا في المرحلة القادمة للمجموعة الأخرى أن تأتي وتعمل استقرار تام، وأخذنا وعود إن شاء الله في العام القادم 2019-2020 هي مرحلة استكمال وعودة أعضاء التدريس بكامل نصابهم التدريسي وليس بنظام أسبوع أو أسبوعين أو شهر كما كنا عاملين في الفترة الماضية. في حال هناك كمان ربما لم يستجب لهذه المطالبات، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها؟ عزيزتي، احنا في هذا العام قمنا بعدد من الخطوات وخاطبنا كثير من أعضاء التدريس وتم إيقاف مرتبات مجموعة من أعضاء التدريس، وعندما تمت عملية الالتزام وعودة العملية التعليمية وغطوا نصابهم القانوني تم إطلاق رواتبهم، وفي مجموعة أخرى ما زالت متوقفة رواتبهم للآن، وقائمة العملية أنها يجب أن نتحمل الجهود بعودة العملية وتصحيح المسار الذي تغير أو حدث الإرباك في فترة الحرب، وكان في وعود من الزملاء وكانت استجابة ممتازة، وإن شاء الله ترتفع هذه النسبة وتحقق أعلى درجة إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله. وهذا ربما قد يتحدث أيضا البعض عن عائدات نظام الموازي والنفقة، هل هذه العائدات ربما هناك نسمع كثير يقولوا أن هذه العائدات تفي بحل إشكاليات الجامعة، ما تعليقك؟ عزيزتي، جامعة تعز كانت موازنتها السنوية في حدود 4 مليار سنويا بالإضافة إلى النفقة الخاصة والموازي، والآن لنا 5 سنوات وجامعة تعز مستمرة ترمم بيتها الداخلي وتستمر في العملية التعليمية في غياب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ورفع الساعات التعاقدية، وكلها تغطى من فين؟ من النفقة الخاصة والموازي. فبالتالي أين التوازن؟ أين الإنصاف في هذه العملية؟ كم طلبت من الجميع تعالوا شوفوا نفقاتنا وكم تحصيلنا من النفقة والموازي؟ توجد معنا مشكلة، الوضع المادي للطلاب ليس بالحجم المطلوب بحيث أنك تلزمه بالدفع 100%، فنقدم كنيابة شؤون الطلاب بنقدم نسبة كبيرة من التخفيضات لهذه الشريحة، هذه الشريحة كذلك تعجز عن دفع المتبقي فنعمل تأجيلات لها، غياب نسبة كبيرة من أعضاء التدريس أدى إلى تعاقدات خارجية وبالتالي رفعت معي نسبة دفع نفقة الموازي وتغطية هذه النفقات من حساب النفقة والموازي، وهي يسمى كانت تستخدم النفقة سابقا لتحسين العملية التعليمية، الآن مش للتحسين، العملية التعليمية قائمة كلها على النفقة الخاصة والموازي، فأعتقد المقارنة صعبة فيما ماضي وفيما سابق. لكن هناك شكاوى الطلاب خصوصا طلاب الطب، يشكون من نقص في المعامل الطبية، يعني خصوصا هذا القسم العلمي الذي يجب أن توليها الجامعة أهمية كبيرة، يعني الطلاب يدرسون بدون كادر تدريسي وبدون معامل. عزيزتي، ما هي إجراءات الجامعة؟ شوفي، بالنسبة لكلية الطب توجد معنا مرحلتين، ثم المرحلة الأساسية وهذه معاملها متوفرة ولا توجد إشكالية فيها، الإشكالية تكمن عندنا من سنة رابعة، وسنة رابعة معناها السريري، معناها الطالب ينتقل من مفهوم الكلية إلى مفهوم المستشفى،
والآن احنا بسبب وجود برنامج إب كان سابقا وانتقال معظم كادر الطبي من مدينة تعز ونزوحهم إلى مدينة إب ووجود هذا البرنامج سحب أكثر من 70% من الكادر التدريسي. هذا شكل ضغط على الرئيس كلية الطب. الآن عالجناها قلت لك مسبقا 2018-2019 رجع كثير من الكادر إن شاء الله. الآن نستكمل عودة البقية في العام القادم. المعالجة لا تأتي بين يوم وليلة، تمام، تأتي بالخطوات التدريجية. ترتيب أعضاء التدريس وعودتهم بأسرهم إلى مدينة تعز لا يمكن بين يوم وليلة. إذا في ختم هذا اللقاء دكتور رياض، بما تعدون طلاب جامعة تعز وما هي خططكم القادمة لتحسين العملية التعليمية؟ نقول جامعة تعز لدى خططها المستقبلية مرتبة من الآن وفي فترة الإجازة في شهر 8 و9 إعادة ترتيب أوضاعها. عدد خططها في بدء عام أكاديمي 2019-2020 برؤية مختلفة، برؤية جديدة. نتمنى من الجميع سواء من الطلاب، من الكادر التعليمي، من الإداريين، من المجتمع مساندة قيادة الجامعة في إنجاز المرحلة القادمة. وإن شاء الله ولنا لقاءات مستقبلية تشوفوا مدى الإنجاز في كل مرحلة، وسنطلعكم ما هو كل جديد بكل شفافية ووضوح حتى تكون رؤية واضحة للجميع إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. إذن الدكتور رياض العقاب القائم بأعمال رئيس جامعة تعز، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. مرحبا بكم من جديد. لا تزال محلة بيع العقيق اليماني في مدينة تعز القديمة تمثل عامل جذب للعديد من الزوار، وتتفنن محلات بيع التحف والأحجار الكريمة بعرض العقيق اليماني متعدد الأشكال والألوان. نتابع. وسط الزحام وبينما نجول شوارع المدينة القديمة بتعز، رصدت كاميرتنا شيخاً تبدو عليه هيئة الوقار، وقد كان بالنسبة لنا ضالتنا التي أدركناها طالما وبحثنا مستمر عن كل ما له قيمة وتكتنزه أسواق تعز التقليدية. مع الرجل وضعنا قدمنا على تاريخ النفائس وأرشدنا إلى محلات بيع العقيق اليماني، وبقي بصحبتنا يحدثنا عن الأحجار الكريمة وما تجود به الطبيعة من مكونات نفيسة. البسمو، الخواتم، لأي شيء يعني للنساء الرجال، يعني زينة مع الفضة مع الذهب. بالنسبة للعقيق تجارته واصل دول جميع الناس يعرفوه، والعقيق اليمني مفضل لجميع دول العالم، مش شرط السياحة، لا أكثر دول العالم كله مشهور. في صناديق زجاجية تقدم المحلات بتعز القديمة معروضاتها من العقيق مختلفة القصوص والأشكال، وتتعدد الألوان لهذه الفصوص على اختلاف أشكالها وأحجامها، ويتصدر اللون الأحمر وفيه الكبدي المفضل لدى الغالبية قائمة المعروضات، إضافة إلى ألوان أخرى مثل السمسمي والشفاف والمعتم، كما وتتشكل فصوص العقيق اليماني من الألوان الزاهية كالأزرق والسليماني أبو عين والمزهر والأسود وشفات العبد. الأحمر، الأحمر في برضو أصفر، تمام، في أنواع كثيرة. الكبدية وهذا المفضل باليمن هنا، يسوموا كمان اليدات مع الفضة بالرقبة على الحريم. بالنسبة للأحمر في أنواع، في أحمر سمسمي، في أحمر كبدي، في شفة العبد، يجي أسود واللون أسود، هو أحمر يعني طبيعته أحمر. يتتبع الراغبون في شراء العقيق اليماني الصور الطبيعية داخل فص العقيق باعتبارها تجسيد وتصوير طبيعي، كتلك التي ترى فيه صور الكعبة المشرفة أو خطوط بأسماء منها على سبيل المثال لفظ الجلالة الله أو اسم النبي محمد، إضافة إلى الفصوص المشجرة والتي تكون أثمانها مرتفعة.
ايوه توجد كثير احيانا يحصل في اسم الله ولا اسم ولا الكعبه ولا اسم محمد ولا لا اله الا الله، في حاجات كثير اكثر يعني الكعبه الشجره مثلا اي شيء في مثلا يتجسد فيه شخصيه يعني مثلا شخصيه ولا حيوان ولا اي حاجه. للعقيق استخدامات متنوعة حيث يزين به الخواتم عن طريق الفصوص، وكذا يتم وضعه على مقابض السيوف وفي وجه حلي النساء التي تتزين به المرأة في العنق وتلبسه من الأحزمة في الخصر. على خواتم ولا قلادة، قلادة ولا طقم، يجي طقم، وأحيانا يرصع بالحزام، الحزام الفضة يرصع بالفصوص والعقيق اليماني. السيوف أيوة ممكن السيوف زينة يعني خنجر ولا سيف كبير عمله فصوصة. يستخرج العقيق من مناطق آنس في ذمار وجبال صعدة وحضرموت ومناطق الوازعية في تعز وغيرها من المحافظات في عملية تبدأ بتفتيت الجبال وتكسير الأحجار. استخراج العقيق طبعا من الجبال، أحسن عقيق هذا العقيق الآنسي الزيادة، العقيق الآنسي الأحمر. وفي من الوازعية استخرجوا الوازعية عيون سليماني، يسمى عيون سليماني. طبعا مناطق العقيق باليمن كثير، بس أهم حاجة الجودة، جودته طبعا الآنسي يكون أحسن عقيق. يتتبع العاملون في مجال استخراج الأحجار الكريمة طرقا عدة حتى يتمكنوا من الحصول على فصوص خالصة من العقيق اليماني. تجميع حجار بشوائل وبعدين لعند بالسمسرة قطعوا تقطيع، بعدين يسقلوا ساقل ودباشة بودرة ويرجع ناعم وركبوا بعدها فوق الخواتم على طول. تاريخيا ارتبط استخدام العقيق عند اليمنيين في الدولة الحميرية، واقترن اسمه باليمن الذي اشتهر بها ولقيت تجارته تحت مسمى العقيق اليماني رواجاً على مستوى العالم. تسعى المرأة في تعز إلى تعزيز قدراتها عبر اكتسابها معارف جديدة ومهارات في مجال المشغولات اليدوية، لكن ماذا إذا عرفنا أن دافع أنيسة عبد الله سعيد للالتحاق بدورة في مجال صناعة الإكسسوارات كان في الأساس هو الحاجة لإعالة صغارها بعد وفاة والدهم وتوفير لقمة عيش لهم دون الحاجة للناس؟ وكأنها على أبواب نجاح بعد حلم لطالما راودها وتقترب من تحقيقه أكثر مع كل درجة تصعد بها، وكأن بنت تعز أنيسة عبد الله سعيد تناست وهي تتخطى السلم عبء حمل صغيرها وقبله ثقل هموم أسرة بكاملها، وقد وضعها القدر بعد وفاة زوجها أمام اختيار صعب تقول أنها له ولن تسأل الناس إلحافا، وهي الغنية من التعفف. الهدف طبعا من الدورة هذه أني أشتغل أكسب الرزق لأولادي، كالتعليم كذي، ومشيش أعتمد على أي إنسان، أشتي أكون متفوقة، أبي يعني أصلح إكسسوارات، أبي أعمل أي حاجة. المبادرة المحلية المسماة باللهجة التعزية الدارجة ششقي كتعبير عن الكفاح مثلت لأنيسة فرصة لتعلم مهارات عمل الإكسسوارات، وتمكنت خلالها التقاط أول الخيط. بفضل الأستاذ نسيم نشكره جزيل الشكر، علمتنا ما كنا لا نعلم به، يعني استفدنا منها الدورة هذه حاجات كثيرة، مثل الأساور، مثل المسابح، مثل الخواتم، مثل الاستشوارات. يعني سرعة البداهة عند الطموحة أنيسة في تعلم صناعة المشغولات وإتقانها عمل الإكسسوارات كان مثار إعجاب زميلاتها ومدربيها في هذه الورشة التي تلقت فيها 11 مشاركة مهارات نظرية وتطبيقية في صناعة الإكسسوارات بتشكيلاتها المختلفة. شفتوا تفاعل كبير من المتدربات وحبين الشيء، وإن شاء الله علينا
ابداعاتهن جميله جدا وعندهن ذوقيات حلوه ومختلفه. ادينا بالاكسسوارات، اكسسوارات الخرز، الخرز تتكون من دورين او من دور واحد، اكسسوارات الحبال، اكسسوارات السلاسل والخلاخل، وكذلك عملنا خواتم بأحجار كريمة، وعملنا الأطقم الملكية والسورية. واستهدفت الدورة التي أطلقتها لجان التنمية المحلية بتعز بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الأسر من ذوي الدخل المحدود والمعدوم لتمكينهن من مواجهة الاحتياجات. الهدف من المبادرة هو إطلاع وخلق إبداعات أو فرص عمل، فرص للبنات أو للنساء التي ليس لديهن عائل أو معدومات الدخل. إحنا استهدفنا، كان في معنا معايير استهدفنا اللي هو ما فيش معاهم من يعولهم. واستطاعت المرأة في تعز إثبات نفسها وإبراز قدراتها في مجال مهنة المشغولات اليدوية، ويعد المعرض التسويقي الأول الذي نظمه برنامج النقد مقابل العمل خير دليل على نجاح المرأة التعزية في مجال العمل والتسويق. بهذه الفقرة مشاهدينا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم وفي أمان الله.